ايه ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ معكم محمد في فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن تسريبات تخص موبايل سامسونج العملاق القادم سامسونج جالاكسي اي 90. فما نضيعش وقت كتير، يلا بينا ندخل في التسريبات. واول حاجه نبدا بيها في التسريبات والتصميم. بالنسبه للتصميم، فان التصميم هو اللي موجود في الاي 70 من سامسونج، والاي 70 زي ما انتم عارفين ان هو اكثر موبايل ارتفاع متوسطه مبيعا في 2019. فالتصميم اكيد مش حلو، ولكن كنا نتمنى انهم زجاج، ولكن كعاده سلسله الاي وكده بيجي موبايل من البلاستيك. ولكن هنا الموبايل مختلف فيه هو الاطار بتاع الموبايل، هنا هيبقى جاي من المعدن، وهنا الموبايل يتحمل معاك صدمات البلاستيك بيتحمل والمعدن بيتحمل. فهنا الموبايل هيبقى 100 100، لما لو وقع منك مش هيتكسر ولا هيحصل له اي حاجه. بالنسبه كمان للمنفذ 3.5، فهنا الموبايل هيجي زي النوت 10 من غير منفذ 3.5. وتاني حاجه نتكلم عليها النهارده يا شباب، وهي الاداء. الاداء هنا في الموبايل جاي مع سناب دراجون 855، اقوى معالج من سناب دراجون. معالج ده ممتاز جدا، هيشتغل معاك العاب، هيشتغل معاك فورتنايت، ببجي على اعلى حاجه. فهنا الموبايل هيبقى ممتاز جدا. كمان الموبايل جاي مع 6 جيجا رام ومساحه داخليه 256 جيجا وات. مش كده وبس، لا، في حاجه مفاجاه وعملاقه جدا في الموبايل دوت، وهو ان الموبايل جاي 5G. ده هيبقى اول موبايل فئه متوسطه جاي 5G، ولكن في مصر زي ما انتم عارفين ان مفيش 5G، فالموبايل ممكن ينزل بقى نسخه 4G، او لو ما نزلش 4G مش هينزل مصر عشان 5G والكلام ده كله. ولكن الموبايل جاي مع 5G، فده هيبقى اول موبايل فئه متوسطه جاي 5G. تالت حاجة نتكلم عليها وهي البطارية. البطارية هنا في الموبايل جاي على عملاق 4500 ملي امبير. البطارية هنا تقضي معاك اليوم كامل، لو انت استهلاكك متوسط او استخدامك اقل من متوسط هتقضي معاك يومين، يوم ونص. كمان هنا البطارية جاية مع شاحن سريع بقوة 25 واط، فالموبايل هيشحن معاك يمكن من 0 ل 100% في 80 دقيقة او 90 دقيقة في الحدود ديت. ورابع حاجة نتكلم عنها يا شباب وهي الشاشة. شاشة هنا في الموبايل جاية سوبر اموليد كعادة موبايلات سامسونج. السوبر اموليد عشق من شركة سامسونج، مفيش موبايل نزل من سامسونج غير لما متوقعين دايما ان هو هيبقى سوبر اموليد، لان الموبايل فعلا جاي مع سوبر اموليد، والبصمة هتكون في الشاشة هنا في الموبايل عشان الشاشة سوبر اموليد زي ما شفناها في الـ A50 والـ A70 من شركة سامسونج. كمان هنا الموبايل جاي مع يو او انفينيت يو اللي شفناها كتير في سلسله برضه سامسونج الـ A50 جاي انفينيت يو، وبرضه او الوتر دروب يعني على زي ما انت بتسميها عادي يعني، بس هما الاثنين زي بعض يعتبر، وكمان موجوده في الـ A70. فهنا الشاشه مش مختلفه اختلاف كبير عن النسختين السابقين A50 و A70. موعد الاعلان بقى على الموبايل، وهي دي اهم حاجه في الفيديو. فيديو عشان التسريبات دي اللي بقولها هي اصلا في فيديو نزل على شركه سامسونج نفسها، نزلت فيديو لتسريبات من الاي 90. الموبايل هينزل امتى؟ هقول لك ان الموبايل خلاص هينزل في ايام معدوده، خلاص ايام معدوده، وهتلاقي الموبايل يتم الاعلان عنه ويعملوا مؤتمر بقى وينزل. فتركب الموبايل دوت هينزل هيكتسح الفئه المتوسطه لو اتسعر تسعير حلو، مش زي ما اتسعر الاي 80. وبس كده يا شباب، وصلت الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب. بس قبل ما الفيديو عايز اقول لك حاجه واحده بس، وهو ان خلاص قربنا نوصل ل 300 ل 200 مشترك. قربنا نوصل ل 200 مشترك، فاضل 11 مشترك، فكله يعمل منشن لاصحابه، شير بقى كده، عايزين نوصلها النهارده او بكره بالكتير. وبس كده، يلا مع السلامه.